أكثر من 250 دار تعاني من استمرارية انقطاع التيار الكهربائي في دور مندلي غربي مدينة بعقوبة. ويؤكد الأهالي بأنهم أقاموا الأعمدة الخشبية التي ترفع بها الأسلاك من أموالهم الخاصة، في حين لم تقدم وزارة الكهرباء أي حلول بحجة عدم وجود أموال كافية. محولة بس وحدة وعليها تقريبا 250 بيت، وهاي الحرارة 50 وفوق 50، وهاي التيول اللي وراي كلها خشب وجارينها على حسابنا. الواير التيول مو رسمية، مجرد هيك حاطين عليها الواير، وهاي الوايرات كلها شطل. ومحولة ما تكفي المنطقة وحدة الا محولتين، والمحولة ما جاءت تتحمل، وهاي اغلبية البيوت هسه بدون كهرباء. البيوت تبعد عن المحولة 400-500 متر، زين الضفيرة المتر مالها ب 3000، على 500 متر مليون ونص، هذه عوائل فقيرة مين تجيب؟ السيد المحافظ نطاني وعد وكملت المعاملة، الكهرباء تكتب لي بأنه لا يوجد تخصيص مالي، لأن الكلفة مالي للتيول والمحولة تساوي 25 مليون. من جانبها أكدت الإدارة المحلية لقضاء بعقوبة بأن هذه المنطقة سكنية ونظامية لا توجد فيها شبكة كهرباء، مطالبة كهرباء ديالى بالعدالة في توزيع المحولات وفك الاختناق الحاصل وتوفير المواد الأولية. مندلي أو ما تسمى عرب مندلي حي سكني رسمي، لكن لا توجد فيه شبكة كهرباء. بالنتيجة هناك مشروع مقترح لهذه المنطقة، لكن ما نستغربه اليوم مديرية كهرباء ديالى لا يوجد فيها 5 أمتار ضفيرة، لا يوجد فيها أسلاك، لا يوجد فيها قفايص ولا فناجين ولا محولة. كيف تعمل هذه الدائرة ورغم هناك جبايات عالية جدا؟ بالنتيجة لا نعرف أين تذهب هذه الجبايات الخاصة بالكهرباء. بالنتيجة من يحصل على المحولة من لديه عضو مجلس نواب أو لديه شخص متنفذ، بالنتيجة يحصل على محولة، والعوائل الفقيرة والأحياء الفقيرة تعاني إلى مرين في سبيل الحصول على محولات. بالنتيجة نطالب مديرية توزيع كهرباء ديالى أن تكون عادلة في توزيع المحولات، وكذلك في فك الاختناقات وتوفير المواد الأولية الخاصة بالصيانة. الفساد والإهمال المستشري منذ سنوات قد ضاعف أزمة الكهرباء حاليا، حيث تتصاعد الأزمة في العراق مع استمرار الانقطاع شبه التام وانهيار أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية، بالتزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في أغلب المدن. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.